تقييم اليوم الخميس الموافق 25/3/2021. المحاضرة اللي فاتت يا جماعة انتهينا في الحديث عن الريفراكتوري بيريود. اوكي؟ وشرحنا شو الريفراكتوري بيريود، اللي مش عارفه يرجع للمحاضرة، بدناش نضل نكرر. اوكي. الآن الريفراكتوري بيريود حكوا بنقسم إلى قسمين. قسم بسموه أبسوليوت، والقسم الثاني بسموه ريلاتيف. هي الأبسوليوت وهي الريلاتيف. الريفراكتوري بيريود حكينا هو الوقت اللي بيحتاجه السكند ستيمولاي، اول مؤثر يقوم بتاثيره، والثاني بعدين بضل ستاند باي حتى يجي ينتهي الاول من فعله. شو فعل الاول؟ اللي هو يوصل لثريشولد، يعمل ديبولاريزيشن، يعمل اكشن بوتنشال، بعدين ريبولاريزيشن، بعدين برجع هايبر، بوصل بعدين برجع لحاله الريست. هاي كل هالمرحله من 0 ل 4 اسمها ريفراكتوري بيريود. الان الريفراكتوري بيريود جزئين، اول واحد ملي سكند، هاي اول ملي سكند هاي شايفينها، اللي هي المرحله اللي بمر فيها من ثريشولد للاكشن وبرجع للريبولاريزيشن، هاي يسموها ابسولوت ريفراكتوري بيريود. المرحله الثانيه اللي هي بسبب انه حكينا بوابات البوتاسيوم ليزي، ما بتسكر بسرعه، اوبن ما بتسكر بسرعه، الامر اللي بيعمل عندي خروج البوتاسيوم مع شحناته السالبه وبعمل هايبر، بوصل لغايه سالب 100 ملي فولت. وبعدين هنا بوابه البوتاسيوم صوديوم بامب، صوديوم بوتاسيوم بامب، بترجع الحاله للريست. هاي الفتره سموها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، اللي هي تقريبا بتاخذ من 1 ل 4، يعني حوالي 3 ملي سكند، وهاي 1 ملي سكند، المجموع 4 ملي سكند. حتى اللي بيحتاجه اول مؤثر في العلاج او اول ملي جرام او اول مول من الدواء بيأثر على النيرون، وهكذا طبعا منطبق على المليون او بليون اوف نيرونز. المقصود هنا انه ممنوع دواء ما بيعمل تو، يعني مثلا بيجي عندي اثنين مؤثرات، مثلا واحد ملي جرام وواحد ملي جرام، اثنين بيجوا على النيرون وبيعملوا تو اكشن بوتنشال او تو دوبلرايزيشن او تو ريبولاريزيشن او هايبر، لا، الثاني بيظلوا يستنى حتى الاول المول الاول من العلاج ياثر على النيرون، وبعدين بيجي النيرون او الدواء الثاني او الجرعه الثانيه او المول الثاني، وكذلك برجع ياثر على النيرون 1 باي 1. الان المرحله هاي لغايه الريبولاريزيشن سميناها ابسوليوت اخذت 1 ملي سكند، المرحله الثانيه اخذت 3 ملي سكند، المجموع 4 ملي سكند. هذا ريفراكتوري بيريود. الهدف من هذا الجدول شو الحكي، شو استفدت منه؟ طلعوا هنا انه النيرون هذا يا جماعه، طبعا هذا الحكي كله بصير على الدندرايت، طلعوا بيجي الدواء بياثر على الدندرايت، بعدين بيعمل اكشن بوتنشال هون اللي هو ديبولاريزيشن، هاي كلها ديبولاريزيشن، الاكشن بوتنشال بصير في الاكسون. اللي الهدف اللي بده يحكي انه الاكشن بوتنشال باخذ 1 ملي سكند وبيمشي بيروح. الان على المرحله اللي بعدها، بعد تشكل الاكشن بوتنشال على نفس النيرون، بعد ما راح الاكشن بوتنشال النيرون باخذ فتره راحه 3 ملي سكند. مشان هيك دائما النيرونات ما بصير فيها اجهاد. ليش؟ لانه فتره الاكسايتيشن او التهيج اللي بحدث فيه اكشن هي 1 ملي سكند، والباقي ال 3 ملي سكند هاي فترة راحة هايبر، ما بصير في الأكسونات أو في النيرونات إعياء، لأنه فترة الراحة هاي 3 ملي سكند أكثر من فترة الإكسايتيشن تحفيز. واضح؟ بينما لو جينا على العضلة، العضلة ظلك أعمل كونتراكشن بصير فيها إعياء. القلب كذلك زي النيرون، فترة الكونتراكتيليتي فيه اقل من الريلاكسيشن، مشان هيك ما بصير في اعياء. كذلك النيرون ما بصير في اعياء لانه فتره الراحه فيه اكثر من فتره الاكسايتيشن. طيب انتهينا من الريفراكتوري بيريود شرحناه، نيجي على اللي بعديه كيبل بروبرتي. شرحناها ان النيرون بيحمل نفس مواصفات الكيبل. الان من هنا يا جماعه الكوندكتيف اوف نيرف امبولس، هذا الصعيد وهذا وهذا كله راح اشرحه باختصار. هنا طلع لي بحكي لك الاكشن بوتنشال سبيد
of action potential. بيقول لك الاكشن بوتنشال متى بتزيد سرعته؟ هاي النيرون، لان الاكشن بوتنشال اللي بتولد في الاكسون هيلوك كم متى بتزيد سرعته؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا كان الأكسون مغطى بالميلين شيث، حكينا الميلين شيث تتذكروها أو المايلين شيث، إذا كان الأكسون في مايلين شيث الأكشن بوتنشال سرعته إنكريز بتزيد، وحكينا لأنه الميلين شيث ليبيد الأكشن بوتنشال بيمشي فيها سريع. فأول حالة إذا كان الأكسون عليه ميلين شيث هذا بزيد من سرعة الأكشن بوتنشال اللي هو السبيد. الحالة الثانية يا جماعة إذا بحكي لك إذا كان الأكسون هذا لو فرضنا هاي النيرون هاي الأكسون للنيرون هاي الدندرا هاي التيرمينال إند سيل بادي دندرايت. الآن بقول لك إذا الدياميتر في الأكسون كان كبير يعني هو عليه ميلين شيث هاي الميلين شيث موجودة، لأن الدياميتر هذا مهم جدا، كل ما زادت اتساعه كل ما سمحت في أيونات الصوديوم إنها تأخذ حريتها في الدخول وبتعمل الأكشن بوتنشال. فكل ما زادت نفاذية الصوديوم داخل الأكسون كل ما زاد من سرعة الأكشن بوتنشال. لكن إذا الدياميتر كان أقل فالصوديوم هون ما راح يأخذ راحته في انه يدخل لداخل الخليه ويعمل اكشن بوتنشال. فحكوا هنا من خلال الشيء هذا انه الدياميتر كل ما زاد الدياميتر للاكسون كل ما سمح لايونات الصوديوم انها تدخل وبالتالي بيزيد من سرعه الاكشن بوتنشال. ايضا المايلينيشن اذا كان الاكسون عليه ميلين شيث بيزيد من سرعه الاكشن بوتنشال. ففي حالتين عندي، الاولى اذا كان عليه ميلين شيث في البرين مثلا، البرين نسبة الميلين شيث في النيرونات قليلة مقابل البريفيرال نيرفوس سيستم مليئة بالميلين شيث. أيضا الحالة الثانية إنه إذا كان الدياميتر النيرونات بالبليونز عندي في منها دياميتر قليل منها دياميتر أكبر، كل ما زاد الدياميتر في الأكسون كل ما سمح للصوديوم إنه ينتشر أكثر ويعمل أكشن بوتنشال هذا بيزيد من سرعته. واضح؟ فالدياميتر كل ما زاد والميلين شيث بيزيدوا من سرعة the speed of action potential. اوكي واضح الامور؟ أوكي. هاي واضح الامور. طيب يا جماعه في حد عنده سؤال لهون؟ طيب نيجي على السينابسس، مصطلح جديد اسمه السينابس اللي هو سينابس بسموه الفراغ الشق الفراغ. اوكي شو السينابس؟ الان حكوا يا جماعه كالاتي بالرسم. الان لما اجوا على البرين او السباينال كورد او البريفيرال نيرفز وجدوا كالاتي يا جماعه، حكينا ان البرين فيه بليون اوف نيرونز، بليون اوف نيرونز. الان ما بين النيرون والنيرون وجدوا كالاتي انه النيرونات مش مرتبطه في بعض. مش فاهم. معلش اسف على المقاطعه، بس تعالى اسال حابب يعني في السيد اللي فات، هو مش يعني مش مهما زادت الدياميتر للنيرون مش كله برضو يعني الشحنه بتاعته موجب 30؟ نعم انا بقصد هنا هي هي موجب 30 الاكشن بوتنشال. لكن الاكشن بوتنشال خلص صار الان صارت الكهرباء هاي الامبولس في النيرون. اوكي صارت موجب 30 صارت، بس مشيوا في النيرون وهو يمشي كيف مشيوا؟ تيار الكهرباء وهو ماشي جوا الاكسون كيف بيمشي نفس السرعه؟ يعني هو موجب 30 بحدث لكن سرعته في حركته حتى يوصل للبرين سرعه نفسها. تمام شكرا. موجب 30 هنا مش معناتها السرعه، هاي القيمة اللي دخلت فيها الصوديوم وحولت الحالة من سالب إلى موجب. هذا الموجب 30 هاي من السرعة، هاي المرحلة اللي بوصل عندها الأكشن بوتنشال. لأن بعد ما يحدث طب كيف بيمشي؟
مش يعني 30 بسرعة، مش سرعة. الآن بمشي كيف هلا، بسريع بطيء الموجب هذا، الموجب 30، وأنا بتختلف إذا كان ديميتر كبير يعني انكريز بيزيد من سرعته، وإذا كان مايلينيتد بيزيد من سرعته. شكرا دكتور على واضح؟ التعليق. طبعا سرعة الأكشن بوتنشال اللي هي 1 على 1000 ملي سكند، يعني 1 على 1000 جزء من الثانية سرعته. أوكي؟ تمام شكرا. نعمل في السينابس. الآن وجدوا أن النيورونات في البرين يا جماعة مش مرتبطة في بعض، يعني مش خيط أو خيوط شابكة في بعض، نيورونات شابكة في بعض. وجدوا أنه ما بين النيرون والنيرون في عندك إيش؟ فراغ. وجدوا في بيناتهم شق، كذلك النيرون الثاني بيناتهم شق، كذلك النيرون الثاني بيناتهم شق، وهكذا. هاي الشقوق، هاي الفراغات، حكوا طب بما انه عندي انا النيرون والنيرون الاول والثاني والبليون اوف نيرونز كلها بيناتها فراغات، طب كيف ليش النيرونات ما بتصبح، يعني ليش ثابته؟ وانا حكوا انه ما بين النيرون والنيرون وهكذا اللي بعده في عندي بروتينات، بروتين هذا اسمه جاب جنكشن، جاب جنكشن أزرار تشبك النيرون الأول مع الثاني والثاني مع الثالث، لما يوصلوا البليون سموها جاب جنكشن. اسم البروتين هذا كونيكزين، كونيكزين أزرار، كيف أزرار القميص تربط الجزء القميص الأيمن مع الأيسر، كذلك النيرون أو الخلايا ما بين الخلية والخلية في فراغ، طب كيف ثابت الخلية؟ في بيناتها بروتينات رابطة اسمها جاب جنكشن، اسمها كونكزين. هي الخلية الأولى وهي الخلية الثانية بيناتهم فراغ، هذا اسمه جاب جنكشن، آسف اسمه فراغ، خلينا نحكي جاب. طب شو اللي ثبتهم؟ هاي الخيوط، شايفينها هاي الخيوط اسمها جاب جنكشن، جاب جنكشن بسموها كونكزين بروتين. طيب نكمل نرجع. الآن حكينا ما بين النيرون الأول، هاي النيرون الأول هاي الدندرايت، هاي الثاني هذا النيرون الأول وهذا النيرون الثاني. حكينا ما بين النيرون الأول والثاني والثالث والرابع والبليون في بيناتهم فراغ، هذا الفراغ سموه يا جماعة جاب باللغة العامية، باللغة العلمية سموها سينابس أو سينابتك كليفت، سينابتك كليفت، شق ما بين النيرونات أو فراغ ما بين النيرونات، فبيسموها يا سينابتك كليفت يا بسموها سينابس أو جاب باللغة العامية. هذا السينابس طلعوا بتعرف هي الأول هي الثاني، اللي قبل السينابس هي السينابسونة، اللي قبله بسموه بري قبل، اللي بعده بسموه بوست. البري هذا بسموه بري سينابتك أي ما قبل السيناب نيرون، واللي بعد بسموه بوست بعد الشق سينابتك نيرون، فتأكدوا هذا دائما بري بوست والشق اسمه سينابس. واضح؟ واضح المعلومة هاي يا شباب؟ تمام واضح دكتور، بس اللي في النص دكتور اسمه جاب، يعني لا هو اسمه جاب باللغة العامية، لكن باللغة العلمية سينابس، هيو شايفينه سينابس أو بسموه سينابتيكا، سينابتيك كليفت. وصلت دكتور أشكر. طبعا هذا السينابتيك كليفت يا جماعة في البرين كله، في السباينال كورد، في النيرس اللي خارجه، النيرون والنيرون بيناتهم كل واحد فراغ، اسمه سيناب تيك كليفت او سينابس. اوكي كذلك دكتور شو لو نجي تفضل اغلبك شو اسم اللي قبل الشق اللي قبل السينابس؟ هذا بسموه بري، بري باللغه العلميه معناتها بيفور، بيفور بسموه بري بيفور، واللي بعد بسموه بعد افتر، افتر
خليكم معي بالله لحظه. هلا دكتوره رابعه، مرحبا كيف الحال؟ الله يسلمك يا رب. سيناتك اسمه مرتب يا اخوان. يا جماعة خلينا نكمل. نعم خلصنا بري بوست. في شغلة أخيرة بدك تعرفها كمان، حتى النيرفز هذا البريفيرال اللي رايح على العضلات، أوكي، النيرون لما بدي يفوت على العضلة برضه في بيناتهم فراغ ما بين النيرون وخلايا العضلات، برضه في شق، أوكي، يعني هون الشق بسموه نيورو ماسكولار مثلا، أوكي، ما في ارتباط مباشر ما بين الخلية وما بين النيرف أو ما بين النيرون والنيرون. آخر شيء بدي أحكي وننهي نوقف لهنا، النيرونات في الدماغ يا جماعة شابكة مع بعض بهذا الشكل، شبكة. الآن إجا النيرون هذا مع النيرون الثاني، طلعوا مثال هيك، يعني خلينا هون أرسم، هاي نيرون هذا وهاي النيرون الثاني وهاي النيرون الثالث. الآن حكوا إذا شبكة الدندرايت، هاي النيرون هذا الدندرايت شبك مع الدندرايت الثاني بسموه ديندرو دندرايتك، ديندرو دندرايتك. إذا شبك الأكسون مثلا هذا التيرمينال إند مع الأكسون بسموه أكسو أكسونيك. إذا شبك مثلا الدندرايت مع الأكسون، هاي لا خلينا نحكي هيك، هاي النيرون اكسو دندرايتك، اوكي. فبدك تعرف انه النيرونات شابكه مع بعض وكلهم بيناتهم فراغات، يعني النيرون الواحد ممكن يكون شابك مع 1000 نيرون وكلهم بيناتهم سينابس. لكن اللي بيهمني هنا مثلا اذا دندرايت مع دندرايت بنسميه دندرو دندرايتك. الاكسو دندرايت يعني شبكه دندرايت مع الاكسون، اكسو سوماتيك يعني شبكه الاكسون مع السيل بودي، اكسو اكسونيك شبك الاكسون مع الاكسون وكلهم بيناتهم فراغ. واضح؟ تمام. طيب يا جماعه نوقف لهنا، في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال؟ دكتور تفضل. المكتوب ندرسه ولا غلط نفهم اللي انت كتبته؟ نعم الشرح اعتمد على شرحي، يعني ما نقرا المكتوب هذا في السلايدات؟ لا لا، إذا حاب تقرأ اقرأ عشان تتمعن، يعني تعرف عن إيش حكيت، بس الشرح هو الأساس، أوكي؟ الشرح هو الأساس. تمام دكتور، يعني لو ذكر لو فهمنا الشرح كده خلاص يعني مش... نعم نعم شكرا. في حد عنده سؤال؟ دكتور دكتور ما بدك تعطينا كوزات بعد المتير حتى أشوف وضعكم بالمتير. تمام دكتور. إذا وضعكم سيء في المتيرم ببلش أحط كوزات كثيرة عشان ترفعوا العلامة. تمام العافية دكتور. ماشي يا جماعة، يلا يعطيكم العافية، السلام عليكم.